الخير. القاهرة والناس تنعى شهداء الوطن، ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الإرهابيون يقتلون المصريين أثناء الصلاة. الرئيس يعقد اجتماعا طارئا وإعلان الحداد 3 أيام. الأزهر والكنيسة، الشعب سينتصر. الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر. وإليكم تفاصيل النشرة. الإرهابيون يقتلون المصريين أثناء الصلاة. فقد ارتكبت العناصر التكفيرية جريمة إرهابية خسيسة، حيث استهدفت مسجد الروضة بقرية الروضة غرب العريش بشمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قامت العناصر التكفيرية باستهداف سيارات الإسعاف خلال عملية نقل المصابين وفق ما أعلنته هيئة الإسعاف، فيما شهدت كافة أنحاء البلاد حالة من الغضب الشعبي. وأكدت العديد من القوى السياسية أن الإرهاب دخل مرحلة العمليات اليائسة بعد تضييق الخناق الأمني عليه، مشددين أنه لن ينتصر على الشعب المصري وجرائمه لن تزيد المصريين إلا إصرارا على اجتثاث الإرهاب من جذوره. هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والوزير خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، وذلك لبحث تداعيات حادث مسجد الروضة بالعريش والوضع الأمني في سيناء بشكل عام. فيما يقود الآن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب قواتنا المسلحة عملية واسعة لمطاردة وملاحقة الإرهابيين داخل سيناء، كما أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد 3 أيام. وعلى الفور بدأت قوات الأمن بوزارة الداخلية تمشيط مدينة العريش على نطاق واسع وتوسيع دائرة التفتيش بالمنطقة التي وقعت فيها الجريمة، كما شددت القوات من إجراءاتها على الطريق الدولي العريش بئر العبد، فيما شهدت المنشآت الأمنية حالة من الاستنفار. وتم تدعيم الأكمنة والدوريات الأمنية بعدد من رجال الشرطة والمعدات الحديثة، كما أعلنت الداخلية حالة الاستنفار بكافة المحافظات، وتم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى. وحرص مدراء الأمن على النزول للشوارع وتفقد الحالة الأمنية والتنبيه على قوات الأمن باليقظة والتعامل بحسم مع أي محاولات للخروج. أتوجه لكم جميعا بالعزاء للشعب المصري كله ولأسر الضحايا في سيناء، وأتمنى الشفاء للمصابين. تم إعلان حالة الحداد في مصر على هذا الحادث الأليم الغادر الخسيس الجبان اللي كان بيهدف إنه يحطم معنوياتنا، بيهدف إلى تدمير صلابتنا، بيهدف إلى التشكيك في قدرتنا. هذا الحادث، هذا العمل الإرهابي الآثم يزيدنا صلابة ويزيدنا قوة ويزيدنا إرادة في إن احنا نقف ونتصدى ونكافح ونحارب الإرهاب. لن يزيدنا إلا إصرارا ولن يزيدنا إلا وحدة. ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة القادمة. هذا هو ردنا، سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة في مواجهة هؤلاء الشرذمة المتطرفين الإرهابيين التكفيريين. أنا عايز أقول لكم إن اللي بيحدث في سيناء ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي إحنا بنبذلها في مواجهة الإرهاب، اللي إحنا بنحارب لوحدنا. مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل، وعشان كده كل اللي بيتم ده هو محاولة لإيقافنا عن جهودنا في مواجهة الإرهاب، ومحاولة لتحطيم إرادتنا وتحركنا اللي بيهدف إلى إيقاف المخطط الإجرامي الرهيب الذي يهدف إلى تدمير ما تبقى من منطقتنا. نحن صامدون
وسنتصدى وسنستمر زي ما قلت كده. هذا العمل لن يزيدنا إلا إصرار، وأنا بقول لكل المصريين لازم تكونوا متأكدين وواثقين في أن المعركة اللي أنتوا تخوضوها هي أنبل وأشرف معركة على الإطلاق، في مواجهة الشر وأهله، في مواجهة الأعمال الخسيسة، في مواجهة ترويع الآمنين، في مواجهة القتلة. وحنشوف ربنا هيساعد مين. أنا بقول لكم كده عشان أنتوا لازم تكونوا متأكدين إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا يخذل أهل الخير وما ينصرش أهل الخير وما يدعمش أهل الخير ويهزم أهل الشر، أهل الخراب، أهل التدمير. مرة تانية عزائي لأسر الشهداء، تمنياتي للشفاء للمصابين. مرة تانية بقول لكل المصريين هذا الأمر، هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرار، إلا قوة على أن احنا بنواجه وسنواجه الإرهاب بكل القوة وبكل العزم الذي لا يلين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا تابعنا معنا.